تشيلسي يعرض بديل محمد صلاح للبيع في الصيف، وليفربول يترقب. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد، لكن في البدايه خلينا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وكمان نوحد الله، ولو مش مشترك في القناه يا ريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناه. كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن عرض نادي تشيلسي لاعبه ومهاجم الفريق الأول لكرة القدم تيمو فيرنر للبيع في الميركاتو الصيفي الحالي، والذي كان قد تعاقد معه كبديل ليكون مثل محمد صلاح في ليفربول خلال صيف 2020 من ليبزيغ. كان تيمو فيرنر يتميز بالسرعة وتسجيل الأهداف في الدوري الألماني، وهو ما جذب أنظار تشيلسي ومن قبله ليفربول ليكون لاعبا في الدوري الإنجليزي، لكنه لم يظهر بالشكل المطلوب وأصبح عبئا على إدارة البلوز، ويفكرون في بيعه مع الإدارة الجديدة. تريد إدارة تودبولي في تشيلسي إعادة هيكلة الفريق الأول لكرة القدم من خلال التعاقد مع بعض اللاعبين الجدد وبيع آخرين وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة توماس توخيل، وهذا بحسب صحيفة ليفربول إيكو. تيمو فيرنر وريموليو ولوكاكو هما الأقرب للرحيل عن قلعة ستامفورد بريدج في الوقت الحالي، حيث يقترب لوكاكو من العودة إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة، والآخر معروض للبيع، وربما يفتح الباب أمام ليفربول للسعي وراء التعاقد معه مرة أخرى. ليفربول هو الآخر يريد تجديد الدماء خاصة في الهجوم بعد بيع ساديو ماني إلى بايرن ميونخ، والتعاقد في الشتاء مع لويس دياز، ومع بداية فترة الانتقالات الصيفية مع داروين نويز وفابيو كارفيليو من بنفيكيا وفولهام. الجدير بالذكر أن الصحافة البريطانية تتحدث عن تفكير ليفربول في بيع محمد صلاح هذا الميركاتو للاستفادة المادية قبل انتهاء عقده في يونيو 23، ولكن هذا لن يحدث بعرض مالي أقل من 60 مليون يورو. أخي الكريم، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.